جمانة تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة والإكرام يا جمانة، متصلة فينا من كيفك الإمارات أستاذ يا زياد؟ جمانة. أي، من أبو ظبي عم من أتكلم. أبو ظبي، يا مرحبا يا جمانة، تفضلي. أنا حلمت من فترة إنه زوجي كأنه ماخذني على بيت والدته، نعم. إنه راح يعرفني عليها. فهي كانت يعني جالسة وبصحة جيدة ومنيحة، ما كان هو مبين عليها هيك. طيب. فإنه هو بلش يغسل لها رجليها ويبوسها. طيب. بالمقابل كانت في وحدة بنت جميلة قاعدة جنبها، فهو صار كمان يباشر يغسل لها رجليها ويسوي زي اللي سواه لأمه، كأنه حدا قال لي إنه هو هذا نفس الشيء بيسويه مع زوجته الأولى. فأنا تضايقت وطلعت من البيت لألاقي قدامي 3 أقفاص لطيور خشبية هيك قديمة، حتى الطيور هيك نوع برية مو حلوة يعني. في قفص فيه طير واحد، والقفص الثاني كمان فيه طير بس فوقه كان حمام كتير ولونه أسود، والقفص الثاني كمان نفس الشيء، بس ما تأكدت إنه فيه حد أو لا، وبس انتهى الحلم. بس ما تأكد انه في حد ولا لا، بس واحد لا فيهم ما بس اللي عليه طيور سوداء، عفوا، بس القفص واحد اللي عليه الطيور السوداء، ايه بالنص، والقفصك عليه هاي الحمام، وهو الحمام كان اللي متزوج شكله زوجة البرية. قديمة. هذا اللي مضايقك من الحلم يا جماعة، عشان كذا تحاول تتصل فينا من 3 ايام انت او من يومين. عفوا، اعتقد ايه اللي صار مضايقك لي من من حلم فترة. زوجته القديمة اللي غسل رجلها، صح ولا لا؟ هاي يا جمانة، لا لا ما فهمت. امه غسل رجلها وغسل ايضا رجل زوجته القديمه، صح ولا لا في الحلم؟ لا، هي مش زوجته القديمة اللي في الحلم، في الحلم وحدة زوجة ما يعني وحدة ما أعرفها أبدا، أنا تفاجأت بوجودها جميلة وكذا انت مين وموجودة. توقعتيها؟ لأني كأني حدا في الحلم كلمني قال لي إنه هو ترى نفس الشيء يسوي معاهم، يعني إنه ما في مثل شوفي المعاملة يا كلمته. جمانة، يا أنا مثل جمانة جمانة، زوجته القديمة ذكرت في الحلم ولا ما ذكرت؟ ذكرت، إيه وين مكان ذكرها؟ شو قالوا عنها في الحلم؟ ذكروها انه ترى يعني صوت مثل حدا اجاك، يعني حدا كلمني انه ترى انه شوفي اللي يسويه الحين يعني من العناية والكذا، ترى نفسه يسويه مع زوجته الأولى يعني. وزوجته الأولى طلقها نهائي ثلاث وما لا برجع لا لها، لا مش مطلقة، موجودة أنا زوجته الثانية. بس أنا على الأولى ما حلم، طلقها. لا 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 موجودة وانت من زمان. معناته انا مخوفك القفص الثالث يا جومانا اللي فارغ بعده. طيب ما عليه ما عليه جومانا، هو يسعى لإرضاء والدته بأن يساعدها على عبادة الله كحج وعمرة او اخذها للصلاة ولا لا بس يسعى؟ عفوا معلومة، يعني هي والدته هي في داخلة في جوما لها 6 سنوات وأكثر، يعني مريضة مغيبة يعني ما بس هو لا. يبرها بعد إيه غياء طاحتها، يعملها اشياء، إيه يحاول يتصدق ما عنها، يقرا عليها قران، هالسوالف هذه. أيوة يزورها في الأسبوع دائما طيب ويروح. إيه طيب تابعينا يا جماعه، لا تخاف الحلم خير يا رب، حلم خير. طيب ان يغسل اقدام والدته يدل يعينها على العباده، يقرا عنها قران، يصدق عنها، يبرها، هذا كله اعانه، يدعي لها، هذا كله اعانه في العباده. المرأة الأخرى التي يغسل أقدامها يا جومانا، هذه الدنيا حياته هو، يعني وجوده في الدنيا. احنا قلنا أن الدنيا تظهر للرجل كمرأة وللمرأة كرجل، والنفس تظهر للرجل كرجل وللمرأة كمرأة. النفس يعني الخارج الجسد يظهر العكس، وما داخل الجسد يظهر النفس بنفس ما هو حاله. أن يقوم بغسل رجل أمه ويغسل رجل المرأة الثانية الجميلة، ذلك يدل بأن الثواب والقرآن والدعاء والصدقة التي يقوم بها لوالدته يأتيه منها جانب، كأنه يقوم ذلك لها ولنفسه من رحمة ورزق وبركة. بالنسبة بغض النظر زوجته الثانية، زوجته الثانية ليس بها أمر، إذا كانت بينك وبينها ود وصداقة فالحمد لله، هذا المفروض أصلا، هذا المفروض أصلا. إذا صار وقع الزواج من اثنتان من الرجل، المفروض أن الزوجتان ما يكونوا ضرر، يكونوا يتعاونوا في مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا اختلفوا هذول الزوجتان انقلبت الدنيا جحيم، لا بد أن يخسروا، ما في أمل، واحدة تخسر أو الثنتين. فهنا القفص الذي فيه واحدة حمامة واحدة، هذا أنت أو هذه هي، يعني يا أنت يا هي، والقفص الثاني
أنا على الأغلب أغلب أنه أنت. لماذا؟ لأن فوقه حمام أسود كثير، يعني وسوسة، يعني تفكير، يعني خوف، يعني شك. عليك أن تطردي هذه الأمور. القفص الثالث فارغ، وما دام فارغ فسيبقى فارغ. ما دام فارغ سيبقى فارغ، لا تشلي همك، لا تخافي منه. لكن لو شفتي في القفص الثالث حمامة اتصلي فينا مرة ثانية. بارك الله فيك يا جمانة.